ورجعنا لكم بقى بعد الفاصل ومعانا موهبة جميلة جدا مريم عادل من أصغر الناس اللي بيقلدوا الممثلين بالمكياج. منورانا يا مريم. يا نور حضرتك طبعا. يا مريم أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. عاملانا لوك مين النهاردة؟ لا ده لوك كده طبيعي. بس ليه أنت شبه روجينا الممثلة قوي؟ أنا بحس كده. والله هو أي حد بيشوفني بيقول أنا شبه روجينا. طب روجينا فنانة جميلة وصاحبتنا وحبيبتنا يعني. حتى في الكومنتس أي حد حتى لو عامل شخصية تانية يقول لي لا أنت شبه روجينا. بس أنت بتبقي قصدة يعني خلي بالك أنت يعني انت شبهها بس ممكن في حاجات كده ايه بالميك اب بالحاجات تظبطيها تبقي شبهها اكتر. انت بتبقي قصده ده ولا لا هي بتطلع كده؟ لا انا في الفيديوز بتاعت روجينا ببقى قصده طبعا. وقصده ان انا اعمل ده عشان اظهرها هي بالظبط. طب انت درستي حوار المكياج ده فين ولا عملتيه كده بالموهبه ولا؟ لا هي موهبه بجد؟ طب بداتي القصه دي من امتى؟ بدات من على التيك توك من حوالي سنه. بس قبل التيك توك انا مثلت مسرح مع المخرج الجميل استاذ سامح بسيوني في قصر ثقافه الانفوشي. طبعا. في اسكندريه. في اسكندريه. وافتتحت مهرجان في مكتبه اسكندريه. كان في وزاره الثقافه الناس عبد الدايق. طبعا. وبعدين وقفت عشان ثانويه عامه وحبيت ان انا اظهر موهبتي بقى وعايزاها تتشاف اكتر. فحبيت بقى ان انا اتجه للتيك توك عشان اظهرها. اول فيديو عملته كان لروجينا. الناس حبتني قوي. طيب قبل ما نتكلم بقى عن الفيديوز كده وناخد كل فيديو معانا فيديو كده ليكي تعالي نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. تيجي تعالوا نشوف. طيب يا سونسون بص يا سوكا انا اريد خبزا وحنانا او ربنا بس ربنا اني خائفه من شيء ما خد دول على الهوا. انا جليله الغريب يا بستان عشتي كلها في قصور وحياتي كلها خدم مش رحاله من خيمه لخيمه. عيالي حمزه وسليم زينه شباب المحافظه مش بكري والسالم زلط وجوزي غفران به الغريب واخواتي العمده حسيب وعلي بيه. أمر الله اكبر. كفكر انت تاخرت كده ليه؟ خلص الاقي عندكم اوضه ولا اروح للاكنده اللي في ريحكم؟ يا فندم احنا ما عندناش اكتر من اوض موجوده بس السؤال يا فندم حضرتك يعني انا اسف معاكي ثمن اوضه؟ من جنيه ل1000 ما شايفش؟ لا شفت بس ما شايفش؟ لا شفت بس ما شايفش؟ فاكره الاسم دلوقتي مش مجمعين خلاص. ايه الحلاوه والجمال ده؟ احكي لي بقى كده عن كل شخصيه بتقعدي تحضري لها ازاي او بتعملي ايه؟ هو على حسب كل شخصيه يعني مثلا في شخصيه اقعد احضر لها ساعه وفي ساعتين لروجينا ان انا بقى اشوف اللبس بالظبط. والدتي هي اللي بتعمل اللبس اولا انا والدتي فاشن ديزاينر بجد. اوكي فهي اللي عامله العبايه بتاعت روجينا. حلو ده. بقعد بقى ايه حوالي مثلا ساعه عبال ما ادور مثلا على المشهد اللي انا عايزه اعمله او اللي هو مطلوب مني اجيب بقى احاول ابص في فيديو احاول اجيب الشكل باقل حاجه في الميك اب مش عايزه ابقى اوفر وعايزه ابقى باينه انا طبيعيه اللي انا شبهها بالظبط. ممكن ساعة ساعتين على حسب ما اخلص الفيديو ده. بس هو ادائك عندك سنس اوف هيومر يعني دمك خفيف. طب ناوية ايه تطوري بقى المحتوى ده ازاي يعني هتفضلي بقى طول عمرك بتغيري يعني؟ لا ما عندهاش غير على التيك توك. انت ما عندكيش غير اكونت على التيك توك بس؟ اكونت على التيك توك. الفترة الجاية ان شاء الله عايزة ابدا يوتيوب بس يعني لسه بجهز الموضوع ده. طب ردود افعال الفنانين اللي انت عملت لهم يعني فنانه مي عمر روجينا حد تواصل معاكي او حد عمل لك كومنت او حد قال لك حلو او حد قال لك لا مش احنا خالص حاجه كده؟ انا كنت بعمل منشن لروجينا كانت دايما بتحطني عندها ستوري على انستغرام وبدريه طلبه كمان على طول جميلة. بتحطني على انستغرام وبعتت لي قالت لي انت موهوبه جدا وبرافو عليكي. طب حلو هو بيشجعوك يعني. طب ايه اللي ناويه تعمليه في الخطوه الجايه بقى يعني؟ انت جايبه بعد شكلك عامل حد شكل حبه التمثيل يعني جدا. انا اصلا حلم حياتي ان انا امثل فحبيت اظهر موهبتي على التيك توك بشكل مختلف. ايوه صح. ايوه اتاح لكم الفرصه التيك توك ده ان اي حد واحد عنده موهبه انه يقدر يطلعها للناس يعني ودي حاجه كويسه. شايف انها حاجه انت مع ولا ضد الموضوع ده؟ لان في ناس مدعيه يعني في ناس ما عندهاش موهبه بس بتطلع تهزر بالظبط وبتعمل فيوز ما دي المشكله. بالظبط انا حبيت ابقى مختلف على كل على التيك توك لان مش كلهم بيعملوا كده. معظمهم بيبقى على الاغاني وعلى المهرجانات وكده. أيوة. فانا حبيت ابقى مختلفه تماما واظهر موهبتي الحقيقيه اللي انا عايزه اكمل. ايوه فيه. امتى بقى اكتشفتي اللي هو ايه والله يا بنتي يا مريم ده انا بعرف اقلد وبعرف احط ميك اب واغير الشكل؟ امتى اكتشفتي الموضوع ده؟ وانت خصوصا ما شاء الله صغننه لسه. اقول لهم بس سنها بقى.
ممكن اقول سنك؟ 19 سنه. ما شاء الله. انا انا كل انا في البرنامج ده حسستوني ان انا كبرت يا جماعه. لا لا ما تقوليش كده، في اصغر حد هنا. روحي الجميله. طبعا طبعا. قولي لي بقى يا مريوم. والله هو الموضوع جاب الصدفه، يعني الاول بدا مع اختي الصغيره، كنا في مسرحيه ورجعت انا عايزه امثل يا ماما، فضلت اسبوع كده ماسكه في الموضوع وبعدين سكتت، فانا جات لي خلاص حبيت الموضوع قوي وبقيت ازن على ماما انا عايزه امثل، فروحت مثلت مع استاذ سامح، بدات اكتشف بقى ان انا عندي موهبه انا ما كنتش حاسه بيها قبل كده. فلما مثلت مسرح عرفت اصول في المسرح انا ما كنتش عارفاها، حبيت الموضوع اكتر، وبعدين وقفت طبعا ثانويه عامه، فقلت لا انا مش هفضل كده انا عايزه ابين، فروحت بدا على التيك توك. هي كانت اول فكره كانت اختي الصغيره. طب انا عايز اشوف فيديو روجينا. طب في فيديو روجينا يا جماعه عايزين نتفرج عليه. حلو الاكل يا توحه؟ بيجنن. فانت بقى يا سنة اول ما لقيت اللجنة في وشك رميت الكيس من الشباك. والله هو ده اللي حصل يا ست فدوى. طب وانت بترمي كيس فيه بضاعة بألوفات ما صعبتش عليك النعمة؟ والله العظيم ما لحقت افكر حتى يا ست فدوى، ده انا لمحت اللجنة من هنا رحت جاي رامي الكيس، وبعدين فضلت رامي عيني عليهم لحد ما مشي وخلصوا رحت ما لقيتش الكيس. تلاقي حد ابن حرام لقاه وزمانه بيتكيف دلوقتي ببلاش. اصل مسعود لقى الكيس يا سنه. لقيته فين؟ في عشه الفراخ اللي فوق بيت سنه. وعملت ايه يا مسعود لما لقيت الكيس يا اخويا؟ على خفيف كده يا ست الكل، مسكنا مراته اديناها علقه موت لحد ما سقطنا العيل اللي في بطنها. ورك ولا صدر يا توحه؟ ورك ولا صدر يا عمر؟ ورك. حلو بس جايبه الاداء بتاعها بالظبط ما شاء الله والله العظيم فعلا. لا الاداء كمان الباني لانجويج. انا عايز اقول لكم هنا معانا ناس في زمايلنا في بيقولوا لي هي دي هي دي. ايوه يا جماعه والله ده الاستاذ المخرج منبهر. طيب سؤال بقى تاني ليكي، الميك اب ده بتعملي يعني بتعملي في وقت قد ايه؟ ميك اب روجينا يعني حوالي نص ساعه. بس واضح ان انت بتحبي روجينا يعني باين حبك ليه. انا بحب روجينا جدا، وغير كده انا كل ما اعمل اي فيديو تاني يقولوا لي انت ادائك حلو بس انت شكلك روجينا. وهما بيطلبوا مني في الكومنتس اعملي روجينا فدوى. ماشي دي مرحله طبيعي يعني. انت عشان تشبهها وبتحبيها متاثره بيها بس مع الوقت اكيد هتطوري نفسك وتعملي كاركترات. يعني انت عملتي مايا عمر برضو كان لطيف كانت حلوه نفس الاداء يعني اداء شبه مايا. وعملت بدريه طلبه برضو. طب ما في فيديو البدريه يا جماعه معانا؟ يا ريت والنبي عشان انا بحب بدريات صراحه. جميله. لا ودمها خفيف ايه دمك ده كده حكايه. لما جيتي بقى تدخلي خلي بالك لان برضو معظم الاهالي اما حد يجي يعمل اكونت او حاجه على التيك توك والكلام ده انا كأم هقول ليه بلاش، هقعد اديله تنبيهات او بيبقى فيه محظورات. مامتك قعدت اتكلمت معاكي لا بلاش ملهاش لازمه ولا لا كانت بتشجعك؟ لا انا والدتي كانت بتشجعني ان هي عارفه انا هدخل اعمل ايه بالظبط. ايوه هي شايفه انها عندها موهبه اكيد مثلا، وخصوصا هي اللي بتعملها اللبس وكده. هي دايما بتشجعني يعني مثلا بتوريها الفيديو قبل ما ينزل. هي يعتبر المخرج بتاعي. هي دايما انا بوريها الفيديو ازاي ينفع ولا ما ينفعش، تقولي لا عايزي تاني لا في حاجه غلط، فدايما باخد رايها في كل حاجه. اوكي حلو قوي. عندك قد ايه فولورز على التيك توك؟ عندي 335,000. حلو حلو. انت باديه بقالك قد ايه قلتي؟ سنه؟ بقالي سنه بس جيت في ثانويه عامه وقفت شويه علشان ثانويه عامه وكده. وبعدين ما فكرتيش تعملي فيديوز بقى عاديه بعيدا عن اللي هو تغيير الشكل للفنانين؟ عن بما انك عديتي في ثانويه عامه وانا ابني ثانويه عامه عندنا معاناه، فكرتيش تعملي فيديوز تتكلمي عن الموضوع ده؟ لا او تغيري الموضوع يعني مش شرط ثانويه عامه، تقدمي محتوى جديد. ما هو ده اللي انا بفكر فيه بقى الفتره الجايه على اليوتيوب. على اليوتيوب بالظبط. اوكي طب حلو. احنا معانا ايه يا جماعه؟ معانا سهر الصاغي. سهر عامله فيديو سهر. يلا ده كانت عامله دور في مسلسل ايه ده؟ انا ممكن اضحي مثلا بايه؟ بالرقاق كده كده اصلا ماما بتلسعه، وممكن اضحي كمان بالكوارع. طب اقول لك حاجه يا دكتور، قسمت بالله انا ارتحت لك، انا هضحي بالمحشي عشان خاطرك، بس قصاد بقى الحاجات اللي انا سبتها لك دي لازم انت برضو يعني تسيب لي حاجات، يعني 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 المكرونه بالبشاميل والممبار وسندوتشات الحلاوه بالقشطه اعتبرها محرمات ما تجيش جنبها. حلو قوي بجد. لا يعني عامله الكاركتر ونفس يعني مش سيبكم من الشكل كمان، انت نفس الروح. ايوه الاداء. ما انا بقعد اتفرج على الفيديوز بتاعهم قبل ما اعمله.
اوكي بفضل ادقق ايه المفروض اعمله، ايه نظره العين، الكلام، كل ده. مين الشخص؟ لا اتفضل. لا 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 والله، لا والله انا كنت بقول ما شاء الله بس بس كده. طيب مين الكاركتر او مين الشخصيه او الفنان اللي انت فعلا عايزه تعمليها بس لسه مش عارفه تجيبيها؟ لا طب مفيش رجاله؟ ما فكرتش. هو ده بقى اللي مطلوب مني ولسه عايزه اجهز له. اوكي مطلوب مين؟ مني. كريم اول واحد يبقى كريم. طبعا الله يكرمك. لا انت ممكن تعملي ناديه الجدي، نبيل عبيد، بقى الجيل ده برضو عملت سهير البابلي. طبعا يا نهار ابيض، الله يرحمها. عملت وعبلة كامل. عملت عبلة كامل. عملتي عبلة كامل؟ معانا ولا مش معانا؟ معانا عبلة كامل دي عسل طبعا. نشوف. هو يا بنت سنين ورحمه ابويا لا عزاء يتقبل في الحته اللي عاش ومات فيها، وهو ما حد هياخد عزاء غير صف البنات دول، ما هو مفيش رجاله في العيله الا احنا. وانا رحت فين يا فرنسا؟ من لمسه ايدي. خلي بالك الفنانة عبلة كامل هي السهل الممتنع، لان هي اصلا في في التمثيل هي ما بتحطش ميك اب اصلا. ايوه ايوه فده صعب برضو. انا بحبها جدا. لا بس ادائها كمان مع عبلة كامل ادائها يعني خطير. جميل جميل. طيب ما فكرتيش بقى تروحي للمخرجين بقى وتعرضي عليهم الشغل ده وتتجهي بقى للتمثيل شويه؟ خلاص سيبك بقى من التقليد والكلام ده. ما هو انا عايزه اتجه للتمثيل بس مش لاقيه الفرصه اللي انا ممكن مثلا اروح بيها مثلا لمخرج، او اللي انا اقرب فرصه انا لقيتها عامه هي التيك توك. اللي انا ابان من عبان على السوشيال ميديا من خلالها. انا كنت بمثل قبل كده مسرح، بس المسرح في اسكندريه بالذات ما فيهوش شهره. هو طبعا لازم القاهره. اوكي فخطوه ان انا اجي القاهره دي لسه ما خدتهاش. ايه نوع الكومنتس اللي بتجيلك؟ انا كل الكومنتس الحمد لله عندي كلها ايجابيه، يعني ما عنديش ولا كومنت سلبي. يعني ما فيش ولا مره حد يعني تطرق لاي حاجه سلبيه خالص؟ طب ما شاء الله ده حاجه كويسه. كله تشجيع وحب، ويعني بيشجعوني جدا ان انا افضل مكمله. حاجه حلوه قوي. بس يعني كل ما هتكبري ما هتلاقي بقى اعداء النجاح كتير، فتعودي يعني. ابتدي ايه اعملي حسابك يعني. وفي الجامعه بقى عامله ان انت مشهوره وبتاع؟ لا بالعكس خالص، عادي ما فيش. لا لا خالص انا مش كده خالص. مريم بالتوفيق بجد، ويعني بجد بسطتينا بالحاجات الحلوه دي. بشكرك جدا، انا فرحانه جدا انا كنت معاكم النهارده بجد. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. فاصل بقى، وبعد الفاصل دي فقرتك دي فقرتك. في الفاصل، بعد الفاصل هنروح بقى ايه نروق الغزالة شوية وندور على الطبطبة مع بعض بعد الفاصل.